ادي الحكايه كلها سمسمه، حتى سمير اللي اديته عمري وحياتي، وابو البنتين اللي حيلتي غدر بيا وطفش، كل ده ليه مش عارفه. يا اختي صلي على النبي ماما، ولا تزعلي نفسك، قطعه الرجاله وسيره الرجاله كلهم زي بعض. لا يا سمسمة، سمير غيرهم خالص. سمير عمره ما زعلني، عمره ما غدر بيا. مش عارفة هو عمل ليه كده، مش عارفة بس أنا عملت له إيه ولا أذيته في إيه عشان يأذيني ويعمل فيا اللي عمله ده. يا بت يا بت، ما أنا قلت لك كلهم شكل بعض وزي بعض. الراجل من دول أول بس ما يحس إنه اتمكن من مراته يبتدي يلعب بديله، وده تلاقيه بس استنى شوية اتمسكن لحد ما اتمكن. لا لا يا سمسمة، سمير سيبر صبرك بال، كفاية اللي ماهر كان بيقعد يقولهوله. ده غير بقى نوسة كل شوية، انت حرامي، انت سرقت شقة ابونا، انت لحد ما عمل اللي عمله وطفش. طب يا اختي نوسة ما غلطتش، ما هو فعلا حرامي. قطع لسان اللي يقول على سمير جوزي كده. جرى يا بت، انت بتدعي عليا؟ قطع لسانك انت واللي يتشدد لك. يا بت يا بت، ده غدار خاين، سابك انتي وعياله وطفش، ده ملوش امان. انا يا اختي ما استحملش حد يقول كلمه وحشه على جوزي، اعذريني. طب يا اختي هعذرك، ما هو اصلك بنت خام خايبه، لهفك وانتي بت عياله صغيره وسيطر على دماغك وفهمك ان مفيش زيه. تقصدي ايه يا سمسمه؟ تقصدي ايه في يومك الاكبر ده؟ جرايه يا بت، ما انتي لا عبيطة لا بتستعبطي، ده انتي من القلعة وشاربة من ميتها. يعني فهماني كويس. في ايه يا سمسم؟ هو انا جاية افطط معاكي ولا جاية اتقطم بالكلام؟ طب روحي يا شيخ، ولا بلاش، لا تكون ابواب السما مفتوحة وربنا يستجيب مني. روحي ربنا يرجعهولك بالسلامة. يا رب يا اختي، والله العظيم نفسي اغمض عيني وافتح الاقي قدامي. انا مش عارفة بس مين اللي وزه يعمل حاجة زي كده. يا بت انت ايه دماغك متركبه؟ ايه متركبه غلط؟ لو كان بيحبك ما كانش سابك وساب عياله وطفش. هنفضل نرغي كده للصبح؟ بقولك ايه، احنا لازم نشوف حل. خايف؟ بصراحة تقلقش، بكرة هفكرك لما تبقى أهم واحد في المكان ده. شد حيلك يا بطل. لواحد زي ده بلطجي، ده تسميه ايه؟ ها؟ سترك وغطاكي ده ايه؟ ده ما عندوش لا مله ولا دين ولا ضمير. بقولك ايه يا سمسم؟ انا يا اختي اللي فاهم كفيني، مش ناقصه منك اي كلام. انت قلت لي تعالي هنا عشان نحلها، مش اكتر من كده. ما تقعديش تقطميني بالكلام، انا اللي فاهم كفيني. كفايه نوسه واللي هي فيه، وماهر اخويا اللي خد بعضه وطفش راخ. اعمل ايه؟ اختي واخويا وجوزي، نهار اسود، اعمل ايه يا سمسمة؟ قوليلي. لا حول ولا قوه الا بالله، هي شوطه وشوطه الرجاله ولا ايه؟ وماهر ده طفش يا اختي راح فين؟ والله يا اختي ما انا عارفه، خد بعضه ومشي، ولسه حبت عيني قلبها يتقطع عليه، عينيها ورمت من كتر العياط. قالت له مش هتسافر يا ماهر؟ قال لها هسافر يعني هسافر، سابنا ومشي. يا اختي يا خبر اسود ومنيل، هو جرى ايه؟ ربنا يرجعه لكم بالسلامه يا رب. يا رب يا اختي.
بقينا ناولوسه خلاص وحدانيين ولايه من غير راجل. امال انا بقى اقول ايه؟ طول عمري عايشه وحدانيه وسط القلعه وسط الرجاله دي كلها، وفاتحه كمان محل. يا بت، الواحده مننا لازم تبقى قويه. الست مننا لو ضعفت وكعبلت وسط الرجلين بيتداس عليها، ساعتها بس كرامتها هي اللي بتروح. لا يا اختي، الا الكرامه والشرف والعرض. احلى من الشرف مفيش. هتعملي لي فيها يا بنت توفيق الدقن. فايقه وراي انت يا سمسم وبتهرجي كمان. يا بنت، يا بنت، الكرامه ان احنا نحافظ على نفسنا، انا وانتي والبنت نوسه تربيه القلعه، يعني الجدعانه، يعني الشرف، يعني بميت راجل يروح راجل يجي راجل، ربك هو الستار. ايوه بس الاخ ما بتعوضش يا سمسم. عشان كده انا بقول لك ربنا يرجعه لكم بالسلام. يا رب يا اختي، ويرجع لي سمير جوزي بالسلام. الهي يخرب بيتك وتكون ابواب السماء مفتوحه. انت بتدعي عليا يا سمسمه يخرب بيتك. يا بت، انت مصحياني من الصبح وعمالين نرغي 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 ومش لاقيين حل. انت عايزه ترجعي سمير مش كده؟ ايوه يا اختي كده. شوف البيت ردت ازاي فيها الروح. طب يا اختي، انا بقى هقول لك تعملي ايه. طب قولي يا سمسمه هتعملي ايه. مفيش غير شوقي، هو الوحيد اللي هيعرف يرجعهولك ورجله فوق رقبته. مساء الخير. مساء النور. غرفة 103. كرام عينك. تفضل. أهلا. حسين، 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 تاكسي، حسين. يلا انت بتسمعني؟ راح فين؟ معلش يا صالح عشان مخنوق شويه، سيبني دلوقتي. تاكسي. هسيبك ازاي وتاكسي ايه؟ تعال تعال مخنوق، تعال نتكلم مع بعض شويه. تعال. مال تعبان؟ بس استرجل كده. يلا، هو انت اول واحد يخسر الدنيا كده حبيب اخوك؟ مكسب بخساره. لا يا صالح، انا دنيتي انا خساره بس. مش حقيقي. خدنا انا مثال مثلا. اه، أنا خسرت بيت أبونا في لعبة قمار، بس ربنا عوض وربنا كرمني واشتريت أرض كبيرة وابني بيت أكبر من اللي إحنا كنا عايشين فيه كمان. ربنا ابتلاني ومراتي شيرين ماتت، برضه ربنا عوض. وعندي نوسة حبيبتي بتحبني ومستمتعاني. أنا ممكن أخسر أي حاجة أحسن إلا أنا أخسرها، أو أخسر أي حد من إخواتي. صالح، أنا خسرت كبيرة، خسران على طول الخط. خسرت بيتي، خسرت مراتي، خسرت كرامتي يوم ما هربت عشان اخد منك الفلوس. الكلام اللي بتقوله ده حسين، انا معاك ان انت خسرت مراتك، خسرت مراتك من ساعه ما خدت فلوس يا حسين عشان تلعب بيها قمار. انا عايز اروح لهم، انا عايز اجيب حقي. انا مش همنعك، روح يا حسين، بس المره دي مش هتخسر فلوس، هتخسر عمرك. دولات مجرمين وبلطجيه يا حسين. انا حاسس ان انا مش راجل. أنا بحب شوشة بس ضيعتها بالقمار. أنا عايز أتخانق. ماشي، اتخانق مع أخوك، إحنا نشيل بعض. اضرب فيا مفيش مشكلة. وبعدين أنت ما خسرتش، أنت كسبت. على الأقل هتحرم لعب القمار ده اللي أنت مضروب بيه. صالح، خدني من هنا، أنا عايز أمشي. حاضر يا حسين، بكرة الصبح أروح البنك أخد فلوس وأديها لسوشي، وبعد كده نرجع بلدي. أنا بهدلتك معايا. شفت العبيط؟ يا ده انا كسبت، انت حبيبي يا حسين. فين الضحكه الحلوه بقى؟ ايه الضحكه الوحشه دي؟ يا ده بقول لك الضحكه الحلوه بتاع حسون. ماهر مش داخل مع الناس وبيهرب من ضرب النار، كان هيموتنا ساعه تمرين الرمايه. بقول لك ايه؟ ما تديله فرصه كمان.
لو فضل على حالته دي انا هقتله، لانه جبان والخوف عدوى. الناس كلها عرفت انه بينام يعيط على فرشته كل يوم. ربك باذن الله هيجوي قلبه ويخليه زي الحديد الصلب. ماهر، احنا هنا يا ماهر علشان نطبق مبادئ شريعتنا، واحنا رجال لا نضعف ولا نلين، وانا واثق ان ربنا هيقويك ان شاء الله.